أحدث الاحتلال البريطاني للعراق صدمة مدوية لبلد لم يولد بعد كدولة معاصرة. دفع الاحتلال إلى السطح مشاعر جديدة عراقيا كالانتماء للوطن. احتدمت هذه المشاعر مع أحداث كبرى سريعة لتتمخض رسميا عن بلد اسمه العراق. بمؤسسات الدولة حدث ذلك كله في عقد التأسيس العشرينيات. فترة التأسيس العثمانيون لم يتركوا شيئا ملموسا أو كبيرا لبناء دولة، إنه كانت فقط ولاية بغداد، والمدن الأخرى كانت مدن بسيطة تسودها الحياة الريفية، وحتى بغداد تقريبا كانت تسودها الحياة المتخلفة. فترة التأسيس من أصعب الفترات، لأن عليها ينبني بناء الدولة ولسنوات طويلة، منها يتفرع التطور، ومنها تتفرع الدوائر، منها تنبني هيكل الدولة يبنى. They really had started to develop, redevelop the old Ottoman institutions, the same Ottoman institution, the army, now under British training, the administration, same administration but British training, a good education system. They had a law school before, it was now under British, you know, training and education and so on. So they had, and even in Parliament, they had a good foundation to build on for the future, and they were a recognized state. كان الطريق لتأسيس مؤسسات البلد صعبا وشاقا. بدأت بوادره مع دخول القوات البريطانية التي حاولت وضع طرق الإدارة الحديثة عبر حكم البلد بشكل مباشر، لكن أفعال المقاومة المتواصلة التي تكللت بثورة العشرين عام 1920 أسهمت في تغيير رأي بريطانيا نحو حكم غير مباشر عبر تأسيس البلد كدولة. أرنولد ويلسون المندوب السامي البريطاني 1920 ساهم في وضع اللبنات الأولى لمؤسسات الدولة، لكنه فشل في أن يضع إطارا سياسيا لهذه الدولة. رؤية ويلسون كانت تتحدث عن سيطرة مباشرة بريطانية. عينت بريطانيا مندوبا ساميا جديدا لتنفيذ سياستها الجديدة، هو السير بيرسي كوكس الخبير بشؤون المنطقة، والذي عمل سابقا في العراق في بداية الاحتلال. في 25 تشرين الثاني عام 1920 خطى كوكس أول خطوة نحو التأسيس، عندما عمل على تشكيل أول حكومة للبلد يرأسها عبد الرحمن النقيب، وتضمنت 8 وزراء. أرادت بريطانيا أن ترسل بيرسي كوكس مكان ويلسون لكي يحل المشاكل ويشكل حكومة مؤقتة بالعراق. تشكلت الحكومة العراقية الأولى في الشهر 11 1920، الحكومة التي ترأسها عبد الرحمن الجيلاني، عبد الرحمن النقيب. هذه كانت إحدى مطالب، يعني السعي بريطاني لتلبية بعض مطالب ثورة العشرين. الثورة كانت في نهايتها، شكلت هذه الحكومة، وكانت مهمتها الأولى حقيقة هو تسهيل الانتقال إلى دولة عراقية مستقلة، حتى وإن كانت مستقلة شكليا. استمرت حكومة عبد الرحمن الجيلاني، يعني هي استقالت، أعيد تكليفه بتشكيل الوزارة إلى أن جاء الملك فيصل. ثم توالت الخطوات المهمة، منها تأسيس مؤسسة مهمة للبلد هي الجيش. بدأت بواكير ذلك في 6 من كانون الثاني عام 1921 عند تشكيل أول فوج عسكري، هو فوج موسى الكاظم. جاء تشكيل الجيش العراقي كقوة وطنية في 6 كانون الثاني، هو رمز من رموز الدولة العراقية الحديثة. كانت هي أول نواة تشكل، هو فوج موسى الكاظم، كان أحد أفواج الرئيسية والأساسية اللي شكل المؤسس اللي يعتبر الحقيقي جعفر العسكري، وهو ضابط كان في الدولة العثمانية وجمع مع فيصل، وهو من أهل الموصل.
حتى أنه يعني كان كردي القومية. وفي 25 من شباط من العام نفسه وصلت للعراق أول دفعة من الضباط العراقيين الشريفين العائدين من سوريا ليمثل هؤلاء فيما بعد الطبقة السياسية الأهم في العراق، ومن بينهم نور السعيد، جعفر العسكري، جميل المدفعي، ورشيد علي الكيلاني وآخرون.